أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم الزواج من الربيبة إذا طلق أمها؟ ما يجوز تزوج البنت التي دخل لأمها. وربائبكم اللاتي، يعني من المحرمات، ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح. فإذا عقد على الأم ولم يدخل بها، طلقها قبل أن يدخل بها، لا بأس أن يتزوج بنتها. أما إذا دخل بأمها تحرم عليه تحريما مؤبدا. نعم.